نكتفي اليوم بواتساب واحد هو الأكثر تداولا حسب ما رصدنا بين الأردنيين. نشوف هذا الواتساب. أما بعد حبايبي الكرام، إخواني أخواني أخواتي، كلكم جميعا أقعد من الدار، أقعد من الدار يا زلمة، يا زلمة تطلعش من الدار، ولك ذبحتنا وانت تطلع من الدار، ولك أقعد من الدار، ولك قديش أقول لك أنا أقعد من الدار، لا تركيش تروح وتيجي، أقعد من الدار يا زلمة، أقعد إجا بجهدك. أما بعد حبايبي الكرام، خير الكلام ما قل ودل. يعني ابتدى الزلمة زي ما ابتديت أنا بالحلقة، هادي ورايق والأخري بالأخير وزقت معه، ما قدر ينشر الرسالة إلا بالطريقة اللي بنفهمها جميعا.